حوران بلدة الطيبة 30/4/2013 إحدى القنابل التي سقطت من طائرات العدو الأسدي وهي روسية الصنع وأيضا قذيفة بجانبها وأيضا لم تنفجر وها هي الكتابة واضحة روسية الصنع ٢٥٠ كيلوغرام قنبلة وزن ٢٥٠ كيلوغرام وهي الكتابة الروسية واضحة عليها ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى ألا تنفجر وكانت بردا وسلاما حسبنا الله ونعم الوكيل.